بعيدا على هذا الواقع المر اللي حنا فيه، اعطيني دقيقة ونص من وقتك نسافر انا وياك في خيالك لعالم اخر. تخيل معايا وانت في الجنة جالس مع نبي الله نوح عليه السلام كيحكي لك على الطوفان العظيم وش وقع في ذاك اليوم، وانت راجع لواحد من قصورك في الجنة تصادف مع ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب كيذكروا غزواتهم وكفاحهم في الدنيا ومواقفهم مع رسول الله، وانت كذلك تلاقي بامهاتنا خديجة وعائشة وجميع امهات المؤمنين وكل سيدات الجنة الطاهرات ويحكيوا لك صبرهم على الحجاب والدين. كيفاش غيكون حالك الا شفتي نبي الله يوسف فتشوف جماله ووسامته ويحكي لك كيفاش دوز ايامه في السجن، ولا يلقاك نبي الله موسى ويحكي لك على معجزة شق البحر ومعجزة العصا ديالو، نهار تصادف مع نبي الله ايوب ويحكي لك على الصبر ديالو في الدنيا، ويزورك نبي الله عيسى ويحكي لك كيفاش كان كيشفي المرضى ويحيي الموتى باذن الله وكيفاش رفعوا الله لعنده، وكيفاش يكون حالك الا اعتزلتي زوجاتك وكتسنى زياره خير البريه محمد عليه الصلاه والسلام يزورك في قصرك فتشوف وتعنق وتفرح بالجنه وكانك يلا دخلتي ليها وتشوف وجه الله عز وجل مباشره بلا حجاب الاول، فيذوب قلبك وتقول لي سبحانك ربي كيفاش عصيتك وانت كتسمعني وتشوفني، شكرا يا سيدي ربي حيت غفرتي لي ودخلتيني لجنه الخلد. تخيل فاش غتسمع القران بصوت رسول الله وفاش تسمع اذان بلال وتشهد تسمع الاصوات الازليه فيفتح الله لك وتسمع خطبه الوداع بصوت النبي، وهادشي شويه من بزاف الملذات من ديك الحياه اللي لا نهايه لها. ما بغيتكش تلهيك الدنيا وتنسى ان هادشي اللي تمنيتي دابا في خاطرك وانت كتسمع هاد الكلام هو اللي كتستحق تعيشه، وان دارك الحقيقيه هي في جنه الخلد ماشي هنايا، فاصلح علاقتك بالله عز وجل وتوب واستقم. وكيف تمنى قلبك هاد اللحظات اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعلك ممن يدخلون الجنه بلا حساب ولا سابقه عذاب.